إذن أيضا من المتوجين محمد جاوش في فئة الأفلام المزورة بالموبيل. حقيقة أنا انبهرت لأول مرحلة، يعني أول وهلة شاهدت فيها الفيلم، يعني انبهرت كثيرا لمشاهدة هذا الفيلم الذي يعد بتقنيات عالية أثنى عليها النقاد، يعني حتى أنها تفوق جودة من الأفلام المصورة بالكاميرا. إذن حدثنا عن تتويج محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الأول أشكر كثيرا إذاعة المهرجان على قبول هالفيلم. شكر كبير أيضا لكل فريق اللي عمل معي، نورين بن تامي، كريم بالعالم، وكل من ساهم في إنجاز هذا الفيلم. شكر كبير لكل من شاهد الفيلم وعجبه، بارك الله فيكم، يعطيكم الصحة، إن شاء الله تشوفوني في أعمال. لذلك محمد، يعني شيء جميل جدا، قوي شاب واعد كما أنت، يعد السينما الجزائرية بالكثير. موفق صديقي، شكرا.